نعت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم السبت مديرة المركز الوطني للفن الحي بتونس دار الفنون النحاتة سماح حباشي التي توفيت صباح اليوم السبت بعد صراع مع فيروس كورونا. ونشرت وزارة الشؤون الثقافية أهم إنجازات الفقيدة والتي أثرت على رأس دار الفنون، بداية من عام 2014 الساحة التشكيلية، وأشرفت على تنظيم مجموعة من المعارض الفنية على غرار معرض تونس في عيون الزبير في عام 2020 بمدينة الثقافة، كما تم تعيينها مديرة للدورة الثانية لأيام قرطاج للفن المعاصر عام 2019. الله يرحمها ويتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.